طبعا الان عندكم المختبر، المختبر عندكم على ومريم فارس. طبعا الخدمات اللي هي اللي تكلمتوا عنها اللي هي انه كيف ممكن نريح المريض ونعمل خدمات والتحاليل، في منها من يتعمل في المنطقه هناك ومنها من يتعمل يسحب ويرسل للرياض. تفضلوا. تفضلي. طبعا احنا انا مريم الفارس ليد سوبرفايزر تي ال اي سيرفيس. طبعا المختبر عباره عن 16 سكشن، ام ليدنج اونلي 1 سكشن من ال 16 اريا، بس احنا المسؤولين عن استقبال عينات الاوتريج. من السنوات اللي فاتت الى الحين there is big improvement في السيرفيس حقت الاوتريج، لا من ناحيه جوده العينات، لا من ناحيه الاندرستاند حقت الموظفين عندكم للاور نيدز. ف there is big improvement، بس احنا محتاجين كمان نشتغل مع بعض عشان نطور البروجرام بطريقه افضل، عشان نقلل من الاشياء اللي ريجكتد او الاشياء اللي قاعد نكنسلها بسبب انه ايذر انه الجوده حقت العينه اللي توصل لنا او يعني الانفورميشن اللي انسحبت فيها بطريقه غلط. طبعا احنا ليميتد تيست يعني اللي نقدر نقدمها لكم بسبب انه تحاليل بعضها مقيده بالوقت اللي توصل فيه وبالطريقه اللي تسحب فيها، فاحنا ليميتد سيرفيس التحاليل هذه. هذه كيف ملاحظات يا آدم؟ بالنسبه للتحاليل المختبر نفسه هو عباره عن سحب وارسال عينات المرضى للمستشفى الملك فيصل المراجع العياده، وهو ده بيخضع طبعا لنوع من الشروط ومعايير مستشفى الملك فيصل، وزي ما تكرمت الاخت مريم تكلمت عنه. فبالنسبه لفي بعض الاخطاء والاشياء فان شاء الله احنا بنقوم بتقديم يعني عباره عن نفس الموضوع الحين نعمل تثقيف لكل المنسقين بتاعنا اللاب تكنيشن من عندكم، وبنحاول نتفادى هذه الاخطاء كلها تحصل ان شاء الله.